استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره في مكتبه في الديوان الاميري عمرو زين الدين مدير مركز الفجيره للمغامرات وطلع سموه خلال اللقاء على تفاصيل تجهيزات المركز لطرح ملف استضافه الفجيره لمؤتمر الامم المتحده لسياحه المغامرات لعام 2025 واهدافه في تسليط الضوء على سياحه المغامرات والترويج للسياحه البيئيه المستدامه في اماره الفجيره واكد سموه اهميه الاستضافه التي تعكس مكانه اماره الفجيره وسمعتها في مجال تنظيم الاحداث العالميه الهامه ووجه بتوفير كافه الموارد والدعم اللازم لضمان نجاح استضافه المؤتمر وتحقيق اهدافه الاستراتيجيه على مستوى الاماره والدوله.